الاقتراح اللي غادي نشارك معكم اليوم غادي يكون عبارة عن تحلية ولا ان ديسير تيجي زوين بزاف هكا في شهر رمضان بالنسبة للناس اللي كيبغيو هكا حويجات يكونوا حلوين تاخدوها في السحور ولا مورا الفطور. انا هاد لو ديسير جربته شحال من مرة، النتيجة ديالو رائعة، تيجي زوين يعني تيجي كونسيستون اوسي، يعني غير كاس واحد منه فيه الكفاية، يعني تيجي رائع اكثر من رائع. الطريقة ديال التحضير ديالو فيها بزاف ديال المراحل، دونك باش نوجدو هاد الدسير غير خصنا نوجدو لو كرامبل ولا داك كيفاش غنقول لكم، لو كرامبل هو داك البسكوي. اولي باش غادي نمشيو نشريو بسكوي وغادي نبداو نهرسوه، غادي نصاوبو الكرامبل في الدار. دونك غير خصنا الكرامبل، غير خصنا لا كريم دورانج ولا الكريمه ديال الليمون، وغير خصنا لو كولي دو فرامبواز. هاد ثلاثه د الحوايج اللي غير خصونا باش نصاوبو هاد الديسير. عاد غادي نوجدو اون كريم شانتي او فرماج. دونك باش نوجدو لو كرامبل غادي خصنا هنايا تقريبا، خديت واحد عندي هنا تقريبا 50 غرام ديال الطحين اللي درت هنايا، وعندي معاها 25 غرام ديال السكر سنيدة، وعندي 40 غرام ديال الزبدة. هذا هو لو كرامبل، غادي نبدا نخدمو بيديا بحال هكا. داك لو كرامبل هو اللي كيعطي واحد كيعطي لو ريزولتا كيكون ان بيسكوي كروكون، يعني تيجي مقرمل واحد اللي كتعطي الطبق واحد الطبقة مقرمشة للديسير ديالنا. كيف ما يمكننا اننا نديروه فوق من الكيك، ملي كنوجدو الكيك كنصوبو ليه هاد الكرامبل، كنديروه قبل ما ندخلو الفران فوق من العجينة ديال الكيك. ملي كيطيب الكيك كتخرجو كتلقى ديك الطبقة الفوقانية كتجي مقرمشة. دونك هو هذا لو ريزولتا ديالو. الطريقة اللي كانت كلاسيكية هو ان الناس كيجيبو البسكوي اي بسكوي وكيقرمشوه في الفران وكيدقوه هكا بالمدلك. دابا هاد القضيه اللي غادي نعطيكم دابا ولا هاد لا ميثود اللي غنعطيكم باش تصايبوا لو كرامبل كتخرج طريقه زوينه. دونك غادي نكمل هكا، غادي نجمع غير ديك الزبده اللي عندي مع داك الطحين حتى كتولي عجينه، وغادي نديرها في نكورها تولي عندي كويره، وغادي نديرها في البابي سلفوريزي، وغادي ندخلها للمجمد واحد تتشد راسها واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه. هانتوما كتشوفوا كيفاش جمعتها حتى كتولي عجينه غير ديك الزبيده اللي درت. الوغ الزبده والسكر والطحين، 40 غرام زبده، 50 غرام ديال الطحين، و 25 غرام ديال سنيده. هي هادي، دونك هادي ملي كورتها غادي نديرها في الورق الغذائي ولا البابي سلفوريزي، وغادي نديرها في المجمد. غادي نطلعها للفريكو نخليها تجمع راسها، انا حاجتي بها تكون قاصحه بحال الحجره. دونك غادي نخليها واحد ثلث ساعه بحال هكا، غادي نرميها الفريكو. نرجع نعطيكم بقية ديال المقادير. الوغ باش نوجدو ثاني حاجة واللي هي لا كريم دورانج، لا كريم دورانج شنو غادي نحتاجو ليها؟ غادي نحتاجو ليها جوج البيضات، غادي نحتاجو تقريبا واحد 25 غرام ديال المايزينا، وعندي هنا 200 مليلتر ديال عصير ديال الليمون، ومعلقة الزبدة ما غادي نخليها حتى الاخر، وعندي هنا السكر سنيدة تقريبا 3 د المعالق كبار، 3 د المعالق كبار نقولوا واحد 50 غرام، 50 غرام ديال السكر سنيدة، جوج بيضات، 25 غرام ديال مايزينا، وعندي 200 مليلتر ديال الليمون. انا هنا تنوجد هذا الدسير يعني على حسب العدد الاشخاص اللي عندي، يمكن لكم دوبلو الا كانوا عندكم الناس بزاف. دونك هاد الكريم دورانج سهله، يعني كنديروا كلشي في كاسرونه. غادي ندير جوج ديال البيضات، يمكن لكم كيما قلت لكم ضاعفوا الكميه شحال ما بغيتوا نتوما على حسب الناس اللي عندكم. غادي نزيد داك السكر سنيده، الزبده غادي نخليها هي الاخرى، غادي نزيد معاها داك 200 مليلتر ديال الليمون، وغادي نزيد قشور ديال الليمونه
محكوكه وغادي نحط كلشي هكا بالفوري اللي تخلط غادي نزيد عليه 25 غرام ديال المايزينا نحرك مزيان داك تيدخل داك الشيء في بعضياته يعني كاع داك لي زانغريديون اللي عندي بيض سكر مايزينا ويدخلو في بعضياته وغنديرها فوق النار ونبقى نحركها حتى تعقد هذه هي لا كريم دورونج ساهله مهله ومن بعد غادي نزوج باش نصوب الفولي ديال لو فرونبواز انا غادي نشعل عليها فوق النار العافيه متوسطه نبقى مراقبها مع التحرك حتى تعقد pour le collier ديال لو فرونبواز سي باغي غادي ندير هنايا عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال الفرونبواز غادي نزيد عليها تقريبا واحد 25 غرام ديال السكر سنيده وغادي نزيد عليها واحد القطرات ديال عصير ديال الحامض انا حاجتي بهذا الكوليه دو فرامبواز يجيني سو فورم دو كومبوت سو يجيني عاقد دونك غادي نديرو فوق النار ونخليه حتى يطلق داك الماء ديالو وملي يطلق الماء ديالو نخليه حتى ينشف من الماء حتى يولي سو فورم دو كومبوت يولي عندي عاقد بحال الكونفيتور عاقد دونك غادي نديرو على عافيه مهيله ونخليه على خاطرو يطيب حتى يعقد ونزولو من فوق العافيه او ميم طون راني مراقبه داك لا كريم دورانج ما تحرك حتى تعقد ليا زدت هذيك المعلقه من بعد ما وجدت لي داك الكريمه ديال الليمون زدت المعلقه ديال الزبده وحركت مزيان وغادي نخليها هنايا باش تبرد دونك هذه هكا كتخرج لينا لا كريم دورانج ولا الكريمه ديال الليمون طالعه من هذيك الريحه غزاله ديال القشور ديال الليمون اللي درت فيها غادي نغطيها بعد ما بردات غنخليها حتى تبرد مزيان وندخلها للثلاجه ولكن غادي ندير ليها على الوجه ديالها البابي سولفوريزي باش ما تكوش لينا داك القشره الفوق بحال لا كريم باتيسير دونك غادي نحط ديريكتومون عليها داك البابي سولفوريزي تبرد وندخلها للثلاجه حيت الا ما درناش ليها هاد البابي سولفوريزي على الوجه كتكون لينا واحد الطبقه ولا واحد القشره من الفوق اللي ما تجيش زوينه دونك غادي نديرها ديريكتومون هكا فوق من الكريمه نخليها تبرد على برا حتى تبرد وندخلها للثلاجه هكا خصو يجي البابي سولفوريزي فوق منها باش ما تكونش هذيك الطبقه ولا داك القشره الفوق تنبركو عليها بحال هكا نخليها هكا تبرد وندخلها للثلاجه بما وجد لي داك الكولي دو فرامبواز خديت الكريمه ديال الحلوه اللي كنديرو في الحلوه تقريبا واحد عندي هنا واحد 200 مليلتر ها هي هذيك 200 مليلتر عندي هنا ديال الكريمه غادي ندير معاها هاد دانون كريمي اللي قلت لكم اللي تيكون فيه الفرماج وغادي نزيد معاها واحد المعلقه ديال السنيده غادي نضربهم مزيان بال هذا بالخلاط الكهربائي باش طلع ليا لاموس مزيان ونخليهم يبردوا في الثلاجه حسن بغي ندير المونتاج ديال هاد لو ديسير نتوما عارفين الطريقه الكلاسيكيه اللي كنطلعوا بها لا كريم غادي نبقاو نطربوها حتى كتطلع عندنا حتى كتولي عندنا واحد الكريمه اللي هي مثلجه ولا طالعه هكا كيولي فيها كتولي كثيفه ما كتبقاش هكا سائله غادي ندوزو باش نديرو لو مونتاج ديال الديسير ديالنا اللي هو لا كريم دورانج بالكولي دو فرامبواز او لا كريم شانتيي او فرماج هنا غنكونو وجدنا كاع العناصر اللي غادي نوجدو بها هاد الديسير واللي هي الكريم دورانج من بعد ما بردات هنايا كنحاول نطلقها شويه بالمعلقه هذه هي الكريم دورانج
غادي نكونوا صوبنا كذلك داك الكرامبل. هانتوما كتسمعوا كيجي مقرمش كيجي مقرمل. جربوها الطريقه واعتمدوها لا بالنسبه للديسير ديالكم هكا اللي كتمشي مع الكريمات يا اما بالنسبه للكيك حتى هو كيجي فيه زوين كيجي كيف ما قلت لكم مقرمش. وهذا لو كولي دو فرامبواز خصو يجي عقد بحال هكا. وهنايا عندي الكريمه اللي طلعت ديال الكريم شانتيي مع او فرماج وخديت طريفات ديال الفريز قطعتهم. اول حاجه غديو تاخذوا الكاس اللي غديو فيه هكا هاد الديسير غادي نبداو هكا بهذا الكرامبل هو اللي تحتاني غادي نديرو فوق منه هاد الكريم دورانج نوزعو هكا كطبقه ثانيه في الجناب ديال الكيسان غادي نديرو شويه ديال الفخيز غادي نزيد شويه ديال لا كريم شانتيي او فرماج غادي نزيد داك لو كولي دو فرامبواز نزيد شويه من الفوق هنا هكا غادي نعاود نزيد شويه ديال الكرامبل وغادي ندير كريم شانتيي او فرماج في الاخر ممكن لكم تزينوه بالطريقه اللي كتبغيو نتوما انا عطيتكم وحده من بزاف تيقوني هاد الديسير كيجي زوين بزاف تيجي غزال وتيجي المذاق ديالو رائع صافي هكا كنكونو حصلنا على ديسير كامل متكامل تحليه زوينه اللي كيف ما قلت لكم ناخذوها في السحور ولا هكا من وراء الفطور كنبغيو نتشهاو شي حاجه هكا اللي كتكون حلوه جربوه ونبغيكم تخليو ليا كذلك بالنسبه للناس اللي غادي يجربوه تخليو ليا التعاليق ديالكم وتقول ليا كيفاش جاكم انا غادي نكمل الكميه اللي عندي هاد المقادير اللي عطيتكم بالضبط كتخرج لكم 4 ديال الكؤوس بغيتو دوبلو المقادير يمكن لكم دوبلوها المهم هذه اللي عطيتكم كتخرج لكم 4 الكيسان بحال هادو غادي نكمل الكميه اللي عندي ونشوفوا الشكل ديالو النهائي. الاقتراح ديال اليوم اللي كان ديسير بلا كريم دورانج الكولي دو فرامبواز وكريم شانتيي او فرماج كيجي على هذا الشكل كيجي رائع تيقوني كيجي زوين بزاف نتمنى انه يكون عجبكم وانكم كذلك تجربوه ونتلاقاو ان شاء الله في اقتراح اخر الى اللقاء.